نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا. اسمي حسني إبراهيم، الولايات المتحدة الأمريكية. طه بشير حسن سليمان، مقيم باليابان. أسامة إبراهيم الزعابي، متواجد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. أخوكم في الله صلوات من روسيا. أخوكم أيوب الحمومي من أندونيسيا. أخوكم كريم الله شاه سعيد من دولة باكستان، المقيم في المدينة المنورة. أنا طاهر عوض عبد الحميد محمد من مصر. أنا أخوكم صلاح فارس من مدينة ألمانيا. أنا اسمي أحمد بخيت، أنا في ولاية لويزيانا في الولايات المتحدة الأمريكية، مدينة لافايت. أنا الطالب منصور عمار إرميلة من ولاية كولورادو الأمريكية. وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على أكاديمية الراجح خير الجزاء. فأسأل الله العلي القدير أن يحفظكم وأن يحفظكم جميعا وأن يسدد على الخير خطاكم. أود أن أشكر جميع العاملين في أكاديمية الراجح على إتاحتهم الفرصة لنا لتعلم القرآن في بلاد الغربة. الحمد لله أتممت حفظ كتاب الله تعالى في أكاديمية الراجح لتعليم القرآن الكريم. أشكر أكاديمية الراجح على ما قدمته لنا من تسهيل ورعاية لحفاظ كتاب الله عز وجل. وإني من هذا المقام أشكر الله تعالى على كرمه وإحسانه، ثم أشكر جهود الأكاديمية في جامع الراجحي والقائمين عليها. أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان لأكاديمية الراجحي بالمملكة العربية السعودية. والله أسأل أن يجزيكم خير الجزاء على ما تقدمونه من نشر حفظ القرآن في العالم. بارك الله في أكاديمية الرجحي، ونسأل الله تعالى أن ينفع بكم وأن ينفع بنا وبالمسلمين أجمعين، وجزاكم الله. أتقدم إلى الإخوة لأكاديمية جامع الرجحي الإلكترونية لتعليم القرآن الكريم بالشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد في سبيل تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتهم. حتى لا يضيع ويخلق. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا، وتمثل القرآن في أخلاقه.